بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الرحمن الرحمن علم علم القرآن، القرآن، خلق خلق الإنسان الإنسان علمه علمه البيان. البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفرفها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان.